بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة هتكون على تفسير رؤية البطاطس في المنام لابن سيرين وأكل البطاطس في المنام وتفسير حلم البطاطس النية. البطاطس من الرؤى التي يتعجب بشأنها الحالم ويرغب في التعرف عما تحويه من تفسيرات متنوعة. تفسير حلم البطاطس من الرؤى الطيبة التي تبشر الحالم بالكثير من الخير والرزق والبركة، سواء في الحياة العملية أو الحياة التعليمية أو الاجتماعية. أما بالنسبة مشاهدة الحالم إنه يقوم بزراعة البطاطس في المنام، فهي من الرؤى التي تبشر الحالم بالتمكن إلى وصول إلى أهدافه. وإذا شاهد الحالم إنه يأكل بطاطس وكانت ذو طعم مميز وشهي، فهي بشرى سارة بحصول الحالم على مصدر رزق جديد. وبترمز مشاهدة البطاطس المسلوقة في المنام إلى أن الحالم سوف يصل إلى ما يتمنى بسهولة بالغة. وإذا كان الرائي يعاني من تدهور في أحواله الصحية وشاهد البطاطس المسلوقة، فهي دلالة على أن الله سوف ينعم عليه بالشفاء العاجل. أما بالنسبة للبطاطس في المنام لابن سيرين، يرى ابن سيرين أن رؤية البطاطس في المنام من الرؤى الطيبة التي تدل على وصول الحالم إلى مبتغاه في فترة زمنية. وإذا شاهد الحالم بطاطس صفراء، فهي دالة على أن الرأي سوف يمر بفترة من الاستقرار يتخلص فيها من بعض الأشخاص الذين يظهرون له عكس ما يوجد بداخلهم من حقد وغل نحو الرأي. وبتقول رؤية البطاطس الفاسدة في المنام إلى أن الحالم يقوم بارتكاب الكثير من المحرمات، وتلك الرؤية تحذيرية للحالم للابتعاد عما يقوم به من أفعال محرمة وعليه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أما بالنسبة لأكل البطاطس في المنام، مشاهدة الحالم إنه يأكل البطاطس في المنام من الرؤى الطيبة التي تدل على أن الحالم يتمتع بفكر وإنه يقدم على اتخاذ قرارات تخص مستقبله المهني وبتعود عليه بمنافع كبيرة جدا. بينما إذا شاهد الحالم إنه يأكل بطاطس وكان طعمها مقزز، فهي دالة على إن الرائي يتربح قوت يومه من مصادر محرمة وعليه الكف عن هذا الطريق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أما بالنسبة لتفسير حلم أكل البطاطس المقلية في المنام، بترمز مشاهدة الرائي إنه يتناول البطاطس المقلية بكميات كبيرة ولكنه لا يشعر بالشبع، إلى أن الحالم سوف يتعرض لأزمة مالية شديدة بسبب تسرعه في أخذ القرارات. بينما إذا رأى الحالم في منامه أنه يأكل بطاطس مقلية تشبه رقائق الشيبس، فهي دلالة على حصول صاحب الرؤية على مصدر رزق جديد لم يكن يتوقعه من قبل. وأيضا البطاطس المقلية في المنام من الرؤى الغير محمودة التي تنذر الحالم برضو بالتعرض للعديد من العقبات والمشاكل أثناء طريقه في تحقيق أهدافه، كما بتدل وقوع خلاف عائلي شديد وقد يصل الأمر لحدوث قطيعة لفترة من الوقت. كما بتدل رؤية البطاطس المقلية على تعرض الرائي للخيانة من شخص مقرب إلى قلبه، والله أعلم. أما بالنسبة لسلق البطاطس في المنام، مشاهدة الرائي أنه يقوم بسلق البطاطس في المنام من الرؤى المحمودة التي تدل على حدوث طفرة حياتية في حياة الحالم في شتى الجوانب الحياتية، سواء على المستوى التعليمي بالوصول إلى درجة علمية ويحقق فيها نجاح باهر، ومن النواحي الاجتماعية وسوف يتخلص من أزمات كانت تعكر عليه صفو حياته، والله أعلم. تفسير حلم البطاطس النية، يرى ابن شاهين إن مشاهدة الرائي بطاطس نية في المنام من الرؤى الغير محمودة التي تنظر بتعرضه لفترة حياتية صعبة يواجه فيها الكثير من المشاكل والعقبات في شتى الجوانب الحياتية. وتلك الرؤية بتعرض الحالم لأزمة صحية صعبة جدا، والله أعلم. شراء البطاطس في المنام، شراء البطاطس بكميات معتدلة في المنام من الرؤى الطيبة التي تبشر الحالم بالوصول إلى أهدافه. أما بالنسبة لو شاهد الحالم أنه يشتري بطاطس ولكن بكميات ضخمة، فتعد من الرؤى التي تنظر الحالم بالتعرض لأزمة مالية شديدة جدا وربما دخوله في مشروع غير مجدي خالص، لذلك على الحالم التأني وعدم التصرف في اتخاذ أي قرار مصيري.
زراعة البطاطس في المنام. زراعة البطاطس في المنام من الرؤى التي تحمل للرائي الخير الكثير، والتي تبشره بسماع أخبار سعيدة، كما تدل زراعة البطاطس على وصول الرائي لأهدافه المنشودة. أيضا زراعة البطاطس ونموها بسرعة أمام الحالم، أو إن الرائي سوف يحصد نجاحاته بسرعة وينتقل إلى فترة حياتية يحقق فيها خططه وأحلامه. أما بالنسبة لتقشير البطاطس في المنام، مشاهدة الحالم أنه يقوم بتقشير البطاطس في المنام من الأحلام المبشرة بالخير، والتي تدل على تخلص الحالم على الكثير من المشاكل والعقبات. وإن كان الحالم أعزب فسوف يتزوج في الأيام المقبلة، وإن كان الرائي متزوج فسوف يرزق بولد صالح يكون له شأن رفيع في المستقبل. أما بالنسبة لتقطيع البطاطس في المنام، اتفق كبار مفسري الأحلام إن مشاهدة الحالم إنه يقوم بتقطيع البطاطس في المنام من الرؤى التي تدل على كم المعاناة التي مر بها الحالم في الأيام الماضية، ولكن يصل إلى ما هو عليه الآن. بينما إذا شاهد الحالم إنه يحاول تقطيع البطاطس ولكن يواجه صعوبة كبيرة في ذلك، فهذه دلالة على تعرضه لخلاف شديد مع صديق مقرب إليه، والله أعلم. أما بالنسبة للبطاطس المطبوخة في المنام، رؤية البطاطس المطبوخة في المنام من الرؤى الطيبة والتي تبشر الحالم بالحصول على الخير لم يشهده من قبل، وسعة في الرزق، كما تدل على سماع الحالم لأخبار سعيدة كان ينتظر سماعها منذ وقت طويل. بترمز البطاطس المطبوخة في منام العزباء باقتراب عقد قرانها وانتقالها مع الزوج إلى مكان جديد تعيش فيه سعادة غامرة، والله أعلم. طبخ البطاطس في المنام. طبخ البطاطس في المنام من الرؤى السارة التي يكمن بداخلها الكثير من الخير لصاحبها، بترمز إلى حدوث تغيرات إيجابية في حياة الحالم، بتتمثل في تخلصه من مرض شديد عانى منه لفترة طويلة، أو حصوله على وظيفة، كما بتدل على اتباع الرأي طريق الصلاح ومدى جده واجتهاده لكسب قوت يومه من مصادر ترضي الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أما البطاطس في منام العزباء، تفسير حلم البطاطس للعزباء من الرؤى الطيبة التي تبشر الرائية بسماعها لأخبار تسعدها. ربما تكون هذه الأخبار بشأن خطبتها لشخص تحبه وتعيش معه حياة سعيدة. البطاطس المصابة بالعفن والتلف من الرؤى الغير محمودة، والتي تنذر الحالمة بالتعرض لمشكلة كبيرة قد تؤثر عليها بالسلب. أما أكل العزباء بطاطس وكانت بطعم شهي، فهي تدل على أن الحالمة سوف تتمكن من الوصول إلى أهدافها في المستقبل. أما بالنسبة لتوزيع العزباء البطاطس على أفراد عائلتها، دل على أن الرؤية سوف يتم عقد قرانها عما قريب، وسوف تعيش معه حياة سعيدة، والله أعلم. أما البطاطس في المنام للمتزوجة، تفسير حلم البطاطس للمتزوجة بأنها من الرؤى الطيبة التي تدل على تمكن الحالمة من التخلص من المشاكل والعقبات. شراء المتزوجة البطاطس بكميات هائلة من الرؤى التي تدل على أن الحالمة سوف ينعم الله عليها برزق جديد إن شاء الله. أما بيع المتزوجة للبطاطس في المنام من الرؤى التي تدل على تعرض الحالمة لأزمة صحية شديدة جدا. أكل المتزوجة للبطاطس مع زوجها دل على الاستقرار الأسري، وإن الحالمة سوف يمن الله عليها بالحمل في الأيام المقبلة، وسوف تعيش فترة من السعادة الغامرة. البطاطس في المنام للحامل. البطاطس في منام الحامل من الأحلام الطيبة التي تحمل لها من الخير، وتبشر الحالمة بأن فترة حملها سوف تكون مستقرة وخالية من الأزمات الصحية. أما بالنسبة لأكل الحامل للبطاطس في المنام من الرؤى الطيبة التي تبشرها بأنها سوف تضع مولود ذكر يتمتع بصحة جيدة، رؤية البطاطس المسلوقة في منام الحامل دل على اقتراب موعد الولادة. طبخ الحامل البطاطس في المنام من الرؤى الطيبة التي تبشر الحالمة بالتخلص من فترة عانت فيها بشدة وبداية حياة سعيدة ومستقرة. أما البطاطس في المنام للمطلقة، مشاهدة المطلقة البطاطس في المنام من الأحلام الطيبة التي تدل على تمكن الحالمة من بدء مرحلة جديدة. تقشير البطاطس للمطلقة في المنام دل على وجود رجل آخر يرغب في الارتباط بها،
ولكنه غير مناسب، لذا عليها التفكير ومشاورة الأشخاص المقربين لها قبل القدوم على أخذ أي قرار مصيري. أما بالنسبة لشراء المطلقة لكميات كبيرة من البطاطس وقيامها بتخزينها في بيتها، دل على رغبة زوجها السابق في العودة لها مرة أخرى ولم شمل الأسرة. أما البطاطس الفاسدة في منام المطلقة، دل على تعرض الحالمة لفترة صعبة تواجه فيها حزن وأسى شديد بسبب فقدانها لأحد أفراد أسرتها. والله أعلم. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.